مثل ما بنبدأ بصباحنا غير بنقول نحن بنركز على الطاقة، رح نحكي أكيد عن الطاقة في فصل الشتاء. يفتقد الإنسان لشعوره بهي الطاقة، مو الكل على فكرة، خاصة الطاقة الحيوية. بتحول الشخص من إنسان نشيط بفصل الصيف لإنسان شوي كسلان وخمول وغير قادر على القيام بأي نشاط يومي. هالأسباب أحيانا بتتعلق بالجو أو بالحالة النفسية للشخص، حسب الشخص، حسب المناخ السائد، وأيضا بالبرد. كتير في أشخاص أيضا بيضعف جسمهم وأيضا بتخف طاقتهم وحيويتهم وتستنفذ كامل الطاقة. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر وبشكل مفصل بصرنا نرحب بضيفتنا الدائمة، أخصائية في علوم الطاقة، غالية بغداد. يسعد صباحك يا غالية. صباح الطاقة. يسعد لي صباحك حبيبتي. يسعد صباحك غالية، وأهلا وسهلا فيك. يسعد لي صباحك. بالبداية دائما ليش الشتاء مرتبط بالكآبة، بالخمول، بالكسل؟ يعني الشخص مثلا مثلي أنا إذا فقت وما لقيت الشمس طالعة وهيك بحس حالي إنه دي اكتئب، يعني ما بحب الشتاء مثلا أنا. شو السبب إنه هذا الشيء كله عم يرتبط بالشتاء؟ تمام. هلا بالمقدمه سالي حكت شغله كثير حلوه اللي هي قالت مو الكل، فليش نحن وقت بنقول مو الكل؟ انا مو مثل السمر بحب تماما انه ليش مو الكل؟ هلا تاثير المواليد، يعني اللي ولدان بفصل الشتاء بيعشق هذا الجو، اللي ولدان بالصيف مستحيل يحب الشتاء. بس كمان بترجع الشيء الثاني والاهم اللي هو نحن كيف بنجذب هذا الشيء. بس لكان انا مختلفه، انا ولدانه ب 11 12 بالشتاء وما بعد قوانين تماما غريب عندك هذا الموضوع. ممكن انت على حسب انت بقى كيف. في ناس بتقول لك انا بحبها بس ما بحب مثلا وقت تنزل المطر اتجأجا كذا هيك. تماما. هلا هو في اختلاف اكيد بين شخص واخر، بس نحن على طول ما بدنا نجذب هي الافكار السلبيه، لانه نحن بنجذب قبل انه يا الله هلا الشتاء، هلا البرد، هلا هالقصص هي. فنحن تلقائي بدنا ننزعج من هذا الموضوع، مثل الاشخاص اللي بتجذب الصيف انه يا الله هلا على الشوب، انا ما بتحمل الشوب وانا ما بقدر. فنحن على طول بنحكي بالشيء السلبي، وحتى بنتذكر الفصول بالشيء السلبي، ما بنشوف الشيء الحلو اللي فيها. هلا اكتئاب فصل الشتاء هو ببلش من الخريف لنهاية فصل الشتاء. هلا شو سببه؟ هلا أكثر سبب هو بيأثر علينا أول شيء هو التوقيت، والشيء الثاني إنه نحن ما عاد نشوف الشمس كتير، يعني ما عاد نتعرض لضوء الشمس، وهذا الموضوع بالذات يلي هو أساس الاكتئاب. بتحسي حالك أنت إنه في شيء ناقصك، مزعوجة من شيء، والنهار وقت بيخلص هيك بسرعة بتحسي إنه فورا خلص النهار. هذا بحد ذاته نوعا ما بيعمل لك نوع من الإزعاج، أنت بتحسي حالك ما عم لحق أعمل شيء، قد ما عم أركض عم يكون عندي النهار كتير قصير. فهذا في كتير عند السيدات بيعمل لهم هذا الاكتئاب. صحيح، بيقولوا انه اي اكتئاب فصل الشتاء نتيجه انه عدم ظهور الشمس. بالعكس مثلا في اشخاص احيانا عن جد سمر انا منهم، انه انا بفصل الشتاء، انه انا بلعب رياضه بفصل الشتاء وبتزيد طاقتي دبل بفصل الشتاء. يمكن مثل ما قلتي اختلاف المواليد او احيانا العادات، احيانا المزوره هيك بس ينزل المطر تحسي هيك انه انت حابه تطلعي تنزلي تحت المطر. صح. في عالم لا بتحب الصيف مثل سمر ومثل اختي يعني، بس يمكن اختلاف مشاعر خلينا نقوله احاسيس. تماما. او مواقف، ممكن احيانا يكون موقف صار معك بفصل الشتاء انت خلص كرهتي الشتاء كله لاجل هالموقف، لان كل ما حيجي هالفصل بيذكرك بالموقف اللي انت كان سبب لك ازعاج، ونفس الشيء ممكن فصل الصيف. نعم. تمام. مثل ما حكينا عن الاكتئاب، مثلا مثل ما حكينا، خلينا نحكي عن الاشخاص اللي بيصيبهم الاكتئاب الحاد، اللي بيصيروا مثلا ما بيحبوا يطلعوا ابدا من البيت، ما بيحبوا يختلطوا مع العالم، بتكون علاقتهم الاجتماعية بتصير كتير ضعيفة بفصل الشتاء، انه هنا ما بيحبوا يطلعوا. كيف ممكن نحن نخليهم طاقتهم عالية يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي برأيك؟ تمام. هلأ أهم شغلة نحن بدنا نحب هذا الفصل، يعني ما فيني أنا ضل كرر أنه أنا ما بحبه. ما فيني كل يوم الصبح في مثلا إذا لقيت مطر أو هواء أو برد كتير يا الله أنا على هالفصل وكذا، ما بيصير. لأ، بدي أحب الفصل مثل ما هو وأتقبل أي شيء بيكون، يعني أي عوامل بتكون بهذا الفصل. فأنا أول شغلة بدي أعمل أني أنا في الصبح بحكي شيء إيجابي أنه أنا نهاري كتير حلو وبطلع. بس شو بعمل بقى؟ بدي انتبه أنا لصحتي، وانا بدي اغير بقى ابلش بحالي، لانه الفصل ما حيتغير بس انا اللي لازم اتغير. فانا شو بدي اعمل؟ اول شغله بدي بلش
حياتي او نهاري بطريقه صحيه، اللي هي ما بننسى شرب المي كثير لانه هو كثير بخفف من الاكتئاب الشتاء، لانه بفصل الصيف كثير السيدات ما بتشرب مي بحكم انه الطقس بارد، فنحن بنبعد عن المي كثير. شرب المي كثير مهم لانه هو بيطرح كل شيء سموم موجوده بالجسم. الشيء الثاني الصبح انه نحن بدل ما نشرب كاسه القهوه نحولها لكوب صغير كاكاو. الكاكاو بيعطينا دفى في حال انت بتكرهي الشتاء لانه كثير بتكوني بردانه، ف مادة الكاكاو هي بتدفي، حتى بتدفي بتوصل للأطراف، يعني بتحسي وبتعطيكي نشاط وكأنك أكلتي قطعة شوكولا صباحية، فهي لحالة أعطتك طاقة. بدي انتبه للرياضة ما أقطعها أبدا بفصل الشتاء لأنه كمان بتعطينا طاقة، يعني أي شيء أنت بتحبي وبيعطيكي طاقة مارسي بهذا الفصل أو مارسي بأي وقت أنت بتحسي حالك أنك منعزلة أو فايتة بشيء اكتئابي. يعني هاي المواضيع بالذات كتير بتخفف لك من الاكتئاب اللي أنت عم تضلي تفكري فيه او انت عم بتعاني فيه. يعني على طول نعبي وقتنا، بس كيف بدي اعبيه؟ بدي اعبيه بالشيء اللي انا بحبه لانه هذا الوقت الي، فانا بدي اعبي هالفتره بالذات الشيء اللي انا بحبه حتى شوي نكسر من هالاكتئاب اللي بيصير معنا. صحيح غادية، بيقولوا نحن محكومين بالأمل، لا ليش نحن ما نحكم أيضا بالطاقة الإيجابية اللي ممكن تحلي أنهارنا وممكن تعطينا دافع أقوى لأنه نحن نستمر رغم العواقب أو ضغوطات الحياة اللي نحن عم نعيشها. دائما في أشخاص ما رح نقول سلبيين لنقول نحن بس الإيجابيين، لا نحن عنا نقاط سلبية جدا وعنا نقاط ضعف أيضا، ولكن كيف فينا نحن نحولها أو نعطيها لون آخر؟ فينا نلعب نحن بألوان حتى ثيابنا وأيضا فينا نلعب بالألوان اللي جواتنا، خلينا نحكي عنها. أكيد طبعا. هلأ بدي أنا على طول حكيت كلمة قبل شوي وقلت أنا بدي أتغير. طبعا. ما بدي أطلع على الناس اللي حوالي. نحن المشكلة أنه على طول منشوف أنه نحن كاملين، وين الغلط؟ على طول منشوفه بالأشخاص، أنه أنا بدي حاول غير الأشخاص أو بدي غير الناس اللي حوالي. لا، أنت ما بتغيري حدا، أنت بتتغيري. لو أنت كنتي على حق ولو أنت كنتي صح، بس لازم أنا أتغير بنوع معين حتى أنا أتأقلم مع الناس الموجودة حوالي اللي أنا مضطرة يمكن أتعامل معهم كل يوم. هلأ حكيتي عن شغلة كتير حلوة اللي هي الألوان. بالفعل في ألوان بتعطيكي طاقة، بتعطيكي هيك قوة، أو حتى بتعطيكي هي الحماس. الألوان هلأ خصوصي الألوان الشتاء، هي الألوان مثلا مثل الزيتية اللي لابسته سمر، هلأ دول من الألوان الحلوة اللي بتحسي إنها بتعطيكي هيك بفصل الشتاء، بتعطيكي دفى. عندك اللون حتى الخمري اللي هو البوردو، كمان هدول الألوان بيعطيكي توكي دفى. اللون الاورانج بس مو الفاتح الفاقع اللي بيجي الغامق بيقولوا له ارميدي او هيك. هدول الالوان نحن اذا بفصل الشتاء رغم كل هالاشياء اللي نحن عم نحكي فيها اكتئابات والقصص، ركزنا على هدول الثياب، بتحسي انت انك انت خلص يعني كسرتي شيء من هذا الموضوع، موضوع الاكتئاب. بتحسي بيعطوكي طاقه. حتى فينا نضيف شغلات لو هي بسيطه ببيتنا نكسر هذا الروتين نحن تعودنا عليه. هون كنت بدي احكي ببيتنا شو ممكن نعمل ليعطينا طاقه ايجابيه، قديش وجود الشمع بيأثر كمان علينا وبيعطينا دفع بالشتاء. خلينا نحكي عن الأشياء المهمة اللي ممكن نعملها ببيتنا وتعطينا طاقة إيجابية. تماما. هلأ أكيد بهذا الوقت كل شيء صار مكلف، فنحن ما فينا نقول إنه نغير مثلا طقم كنبايات أو نغير ممكن الكفر تبعه، أكيد لا. بس نحن فينا نضيف أشياء صغيرة وهي نحن نبدلها بين صيف وشتاء وتضل عنا وتعطينا كتير طاقة حلوة. هلأ عطول نضيف الألوان الدافية بحيث إنك أنت فتي على البيت حسيتي بهذا الدفى، يعني بعكس الصيف لما أنت بتفوتي بتكوني حاطة الأبيض أو السماوي الفاتح أو الأصفر أو الزر يلي بالفعل وقت تفوتي على بيتك بتحسي برودة انتعاش. بالشتاء لا، بدنا نغير، ممكن شموع مثل ما حكيت البوردو او الزيتي، وشفتي هلا الشموع صايره الوانها كثير حلوه. صحيح. وحلوه خصوصي الشموع اللي بتجي مثلا فيها روائح معينه، يعني روح مثلا ريحه القهوه قديش حلوه اذا نحن بنشعل هي الشمع. اول شيء بتعطينا طاقه كثير حلوه وبتغير من طاقه المكان. ففي شغلات نحن بنضيفها هي بسيطه كثير، ممكن مثلا كفر مخده، انا مثلا نحط له كفر غامق شوي بيعطيني دفى. حتى عن جد لو كان انا مثلا فاقده شوي لوسائل التدفئه او هالقصص، بتحسي انت مجرد ما غمقنا شوي بتحسي صار في هيك دفى بالبيت. نركز على الالوان البوردو وعلى الاورانج الغامق، هدول اللي كثير بتحسي انه بيعطوكي دفى بالبيت اذا نحن ضفناهم. غير الشموع، حتى طاقه النار لما انت بتشعليها غير انها بتكسر الطاقه السلبيه الموجوده، الشمعة لحالها هيك وقت تشعليها بتحسي انه كثير عطت دفى. صحيح. وايضا يمكن
الشراشف تبع الطاولات، نحن بفصل الصيف بنحطها فاتحة بيضة، وبفصل الشتاء أحيانا بنرجع للبوردو أو الأحمر أو الألوان الزيتية أيضا يمكن بتعطي. أكيد بتعطيكي دفى هيك بتحسي، ومنه كسرتي أنت الروتين، يعني حسيتي حالك أنك أنت عن جد غيرتي شيء، كيف مديتي السجاد، كيف عملتي هالقصص، هالتغييرات البسيطة صدقيني بتعطيكي طاقة كمان. تمام، شكرا لك غالية، شكرا على نصايحك القيمة، وشكرا على طاقتك الإيجابية اللي كل ما تيجي لعنا بتنشريها بصباحنا غير. شكرا لك. كدنا نشكرك غالية، ومثل ما قالت سمر شكرا على الطاقة الإيجابية اللي دائما نحن بناخذها منك، كونك دائما بنحكي عنا وبننوع عنا لمشاهدينا. أهلا وسهلا فيكي، وإن شاء الله هيك كل فصل والجميع بخير.